هذا وقد اختتم معرض البحرين الدولي للدفاع 2017 فعاليته بعد أن أنهى أمس جلسات مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط. وكان المعرض قد شهد في أيامه الثلاثة مشاركة كبيرة وواسعة من جانب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية بحضور أكثر من 9000 زائر من داخل وخارج المملكة. النسخة الأولى من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع برعاية سامية من سيد جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله تختتم أعمالها بنجاح كبير فاق كل التوقعات، في دليل على مكانة البحرين المميزة على المستوى الدولي في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات وقيادة المبادرات الرائدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. سعدنا ردود الأفعال الدولية وإشادتهم بحسن التنظيم بقدرة مملكة البحرين وأجهزتها المعنية في التحضير والإعداد وتقديم الدعم اللازم لتوفير كافة الإمكانيات، وذلك تم من خلال تضافر جهود أجهزة الدولة جميعها. والدفاع البحرين كانت المظلة الأساس للتنظيم لهذه الفعالية في دعم جميع الجهات في إشرافها العام على تقديم هذه الفعالية بالطرق المثلى التي تليق بمكانة مملكة البحرين الدولية. وزارة الداخلية كان لها دور بارز في تقديم الدعم الكامل، الجمارك كان لها دور بارز في توفير التسهيلات الجمركية بإشادة المشاركين وإعجابهم بالمستوى المتقدم للجمارك في مملكة البحرين وفي تعاملهم الراقي مع المعدات العسكرية ومعدات الشركات المختلفة. الحرس الوطني كان لهم حضور دور بارز من خلال توفير الدعم اللازم، من خلال توفير ميادينهم للتمارين الخارجية. وزارة الخارجية كان لها أيضا دور حاضر وبارز من خلال التواصل الخارجي، من خلال توفير منصات خارجية للترويج لمعرض البحرين الدولي للدفاع. وزارة شؤون الإعلام كانت حاضرة وبارزة أيضا من خلال إبراز هذا الحدث الدولي على أوسع نطاق من خلال دعوتهم وإشراكهم لإعلاميين متخصصين في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بالإضافة إلى شركاء آخرون داعمون لهذه الفعالية. مركز البحرين دراسات استراتيجية دولية والطاقة دراسات كان له الفخر والاعتزاز بتكليفه بتنظيم مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط، وبصفتي رئيسا لمجلس أمناء المركز أتقدم بالشكر لسمو رئيس اللجنة العليا بثقته في مركز الدراسات وتكليفه كمركز فكري استراتيجي وطني بالإعداد والتنظيم والتحضير وإخراج هذا المؤتمر. المعرض استقطب أكثر من 180 شركة متخصصة في المجال العسكري من مختلف دول العالم، وبحضور باهر تجاوز 9000 زائر من داخل وخارج المملكة. الأرقام جدا مشرفة، هناك أكثر من 180 عارض جاءوا من مختلف أقطار العالم، من أمريكا، من بريطانيا، من آسيا للحضور في هذا المعرض. هناك أكثر من 40 وفد رسمي من دول مختلفة شاركوا في هذا المعرض. الحمد لله مثل هذه المعارض هدفها الاستدامة من ناحية الفعاليات والمعارض، وابتكار مثل هذا المعرض في نسخته الأولى واستدانة إن شاء الله بيكون كل سنتين، هذا إنجاز كبير. وقد كان للعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 الدور الأبرز في إنجاح فعاليات المعرض والمؤتمر. سر نجاح هذا المعرض تكمن في شخصية سيدي العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد، صاحب الفكرة الأولى، بنى الفكرة وشكل اللجنة وتابع اللجان وحصل على دعم من سيدي حضرة صاحب الجلالة وسيدي سمو ولي العهد وسيدي صاحب المعالي قائد العام لقوة الدفاع البحرين، وبدعم وزارات الدولة ومؤسساتها. الحمد لله الكل شارك
وهذا النجاح نجاح لكل بحريني، لكل بحريني محب لبلده وأرضه وترابه. كما ساهم المعرض والمؤتمر في التقاء كبار القادة والخبراء العسكريين على المستوى الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وطرح مختلف الرؤى لتعزيز جهود التحالفات العسكرية لأمن واستقرار المنطقة. هذا المعرض والمؤتمر يعد بداية مذهلة للبحرين، المشاركة رائعة والمؤتمر كان مميزا، حيث تمكنا من مناقشة الكثير من القضايا الهامة المتعلقة باستقرار المنطقة ومستقبل التحالفات لمواجهة التحديات. خط نهاية النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر هو نفسه نقطة انطلاق العمل على النسخة الثانية المقرر إقامتها في عام 2019. معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 يسدل الستار على أعماله معلنا نهاية نسخة أولى استثنائية فاقت بنجاحها كل التوقعات، ما يؤكد قدرة البحرين المتميزة على إقامة المعارض والمؤتمرات ودورها الفاعل في محيطها الخليجي والعربي لكل ما فيه خير واستقرار المنطقة. عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من قاعة المعرض بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.